الستة وعشرة دقائق رجعنا لكم في ناس الديوان شوية آخر عبر ولا نبر من بعده اللي جيت تقول بعده تصلتينا من بعده من غزة سينو نتيجة التصلتينا يقولوا لي في الرجي 56% شنو الغناية 57% الميكرو شنو الغناية اللي ربحت فاروق يا محسونة قول لي كابتن هزيمه مشرفه وغير مدوله امس غير مدوله الهزيمه هي هزيمه عندنا مصطلحات احنا يعني ما عنديش يقول لك هزيمه مشرفه هي هزيمه قاعدين تتحسن هذا من ناحيه انا اول مره في حياتي نشوف استفتاء يصير في زوج دقائق 57 56 ثلاثه عايش خويا ثلاثه والله يا وليدي شك حابوا ينرفزوا الكابتن سايبوا الكابتن سايب الكابتن سايبوا ما عادش نتربز اشتاك مقابل الكابتن 70 80 كأنه لو اندمجوا في الجو معناها السادة المستمعين نحترم باش كل مرة أنا خاص اطلبوا لنا بن عمر رئيس التحرير لا فما احتراز فما احتراز اشتخد باستيراز شكون اليوم لا احتراز أسي خالد ولا 59 الله غالب علي لا لا سيد علي سايب الكابتن سايب الكابتن انتهى الأمر سايب الكابتن كمان في الهزيمة ليست مشرفة الهزيمة غير مداوية على كل حال لا مداوية لا مشرفة لا واحد مداوية ما أنت مداوية سكور تاع البارح مين سكور لا واحد لا يسخفوني أنا عايشكم سادة مستمعين في الكوميونيتي ديجيتال يقول الله غالب يا كابتن محسونة غلبت محبوبة اليوم شوف محبوبة ما اسمح لها محسونة غلبت محبوبة ربي يفضلكم سادة كل احترام متلقين متلقيين مشاهدين سايب الكابتن فهمتني ما مش في الاستفتاء زيد شوفوا زيد اسمعوا مليح عودوا واحد انا اقترح بعد الاحتجاج نتاعي اقترح ان النتيجه تاتي بعد 24 ساعه خاطر السمادي قال لي تعمل احتجاج بعد 24 ساعه اتوكا فدوى ديلي لانسيلي اشتاك في الكتيبه سايب الكابتن سايب الكابتن احنا تاو معاش اسمها تصلتينا ولات اسمها سايب الكابتن ابغتيغ من نهار الاثنين جينجل جديد اسمه سايب الكابتن في كل معاش اسمها تصلتينا ونذكروا ديما بسكور 8-2 شو اذا راه الاحتجاج باش يصير في اعلى مستوى هاي قل وتعرف شو الاعلى مستوى فهمت الحكايه بتوصل لهاي مش انا لا شيء ما عملوا فيه الحكايه كله كذب في كذب صفا كابتن كله كذب في كذب كفينا 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 يا كابتن سيب الكابتن يا لطفي سيب الكابتن سيب الكابتن احنا توا باش نحكي وتتسويت مع نورز على العوده المدرسيه وان شاء الله يا ربي عوده مدرسيه موفقه لكل وليداتنا وصغيراتنا في عبر ولا نبر عبر ولا نبر نورز يا مشراوي اهلا وسهلا مرحبا اهلين وسهلين سماح اهلين وسهلين التوتليكيب مرحبتين الناس اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا نورز كيفاش تقول اهلين وسهلين اهلين وسهلين جيتنا من لبنان هي لبنانية تقبرني عيوني كان جا لطفي بشناق قال لك يا بابا يقبركم مالك على راسي عبر ولا نبر كما قلت سامح باش نحكيو على ارتفاع تكاليف المستلزمات المدرسيه الاولياء الحقيقه ما عادش خالطين انهم يشريوا لصغارهم سيرتو اللي يبدا عنده اكثر من صغير في مستويات تعليميه مختلفه انا حضرت لكم تقرير مفصل كسوا مع الاولياء خديت بعض الاولياء وارائهم والا اصحاب المكاتب وخلينا نسمع اكثر تفاصيل في التقرير هذا لي كات يجيو 53 دينار و 800 هذوما هذوما لي كات يجيو 22000 عند الفريس تاع 30 دينار صحيح واش لا اون ميور كاليتي كان نشوف نقول تاع مرايه انا عندي اربع صغيرات هاني ما واقف والله قاعد متعجب باش نعمل تو ان نقدم نوخر شكون باش يعطيك الوقت الضايع تظهر الظروف مع كل مناسبه وكل حدث في تونس لازمك تصرف فيه الفلوس على عائلتك يكثر الكليم ويتعاود كل عام سواء كان في الاعياد المناسبات والا العوده المدرسيه اللي عام بعد عام نسمع المسؤولين يقولوا لي الاسعار زادت العائلات ما عادش خالصين وغيروا من الكليم أربع أيام تفصلنا على رجوع التلامذة للمدارس والمعاهد المكتبات تملأ وتفرغ في المدة هذه رغم غلاء الأسعار عائلات ما عندهم حتى حل كان إنهم يشريوا لصغارهم باللي يقدروا باش ما يخليوهمش ناقصين شيء كيما صبر موظف عنده زوز صغار واحد في الابتدائي والآخر في الثانوي بين رجوع للقراية والمولد ملقى بهوي
صرفت حكاية 400 دينار المنادي البكر حساب ونستنوا في الليست متاع كي يدخلوا يقراوا قداش مش تكلفنا بالله صغير قداش مش تكلف وين مش نمشي وين مش نزاني الشهري وين مش نحط ترى هذاك هو اللي المكسب. كما كنتوا تسمعوا صابر رغم مدخوله البسيط وصل حتى 400 دينار بين كتب كراتب وكراسات، لكن فتحي اللي يخدم خياط ما نجمش يمشي للمكتبه ويشري الصغار وثلاثه من غادي، انما تلز باش يشري من بلايص اخرى. غالي ياسر بارش نار يا حبيبي نار كراسه غالي كتاب غالي كل شيء غالي يا خويا خويا تلز ناخذ من تحت زي باش نجم نوصل لاولادي. الحكايه ما وقفتش كان على الاسوام الغاليه، الحديث زاد على فقدين الكراس المدعم اللي لقينا بعض الشهادات تقول انهم ما لقاوهش. ما فماش يعطيهم بالوجوه بالوجوه يعطوا كراسه مدعم. اما اصحاب المكتبات كان عندهم راي مخالف، الكراسات متوفره والاسوام معقوله. السلع كلها متوفره. السنين فماش معنا ارتفاع في الاسعار. كراس المدعم برابور العمليه واللي توفر الحقيقه معناها. الكتب المدرسيه معناها 98% متوفره. معناها براتيكمون سنين معناها فما تحسن في توفير السلع. في المقابل المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تقول إنه فما ارتفاع في الأسعار بين 10 و12% مع استقرارها بالنسبة للمواد المدرسية المدعمة. حبينا نعرفوا حسب التقريب قديش تتكلف العودة المدرسية بالنسبة للابتدائي والثانوي، والحسبة كانت كيما هك. مثلا البريمير الكتب 36 دينار الكتب 8 تاع 6 والباك 50 دينار. بالنسبة للفورنيتور معناتها جام موين نتاع فورنيتور لا فيها كرتابة ولا فيها تروس في جماعة الباك تكلفلو حكاية 150 دينار. موين راه لا هود قام لا بد قام حاجه متوسط. بالنسبه للسيزيام تتكلف 120 دينار هذيك باش تشري بالكراس المدعم. هذا اللي قالهولنا صاحب وحده من المكتبات. 158 دينار بالنسبه للمرحله الابتدائيه و200 دينار لتلامس البكالوريا كتب وكراسات اكاهو دون احتساب الكرتابه والطبليه. في المقابل في 2018 على سبيل المثال تتراوح الكلفه الجمليه للمستلزمات المدرسيه للتلاميذ بين سنه اولى ابتدائي وبكالوريا بين 112 و165 دينار باحتساب المحفظه والميدعه وفق المعهد الوطني للاستهلاك. ولي مع زوز وثلاثه صغار شنو باش نجم يعمل معناها ماناش باش نخلطوا حتى اللبسه سروال ب 70 وب 100 دينار مع ثلاثه صغار وشهريه 600-700 الف ما نخلطوش بصراحه ياسر غالي. وفي هذا الكل وزاره الصحه والتجاره قامت بدعوه الاولياء انهم يشريوا المستلزمات المدرسيه من المسالك المنظمه والخاضعه للرقابه. شنو يعملوا العائلات اللي ما عادش خالطي والشهريه على قدها ولا غلي هذا الكل؟ يخموا في صحه صغارهم والا في المقدره الشرائيه المدنيه. Publicité. Hop, où est-ce que tu es? Les années bonheur. Tout le week-end, خليك branché مع les années bonheur. Diwan FM, صوتكم. في البرمجة الشتوية على ديوان FM يستنى فيكم أقوى بروجرام. ابدأ صباحك مع صباح الخير تونس كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 7. تبع لي غاف ماغور كل نهار من 7 لـ 9:30. الدوزيام ماتينال مع ساعة سعيدة من 9:30 لـ 2:30. وفي الويكاند لومبيونس على الكيف في ويكاند على الكيف. ما تحلاه كان مع ناس الديوان. شكرا نورز مشراوي. نورز هذوما اولياء اخذيناهم من مناطق مختلفه. وي ديجا تحيه لزميلنا في بيجا عزيز توجيني عاوننا ديجا في الشهادات نتاع الاولياء. هذا من ولايات يعني مختلفه مش كاين ولايه تونس العاصمه. لطفي سماح انا نقول حليل القليل كي نشوفوا احنا قداش يخلص السميك 460 دينار وعنده حتى زوز برك مش ثلاثه ولا اربعه صغار كما كانوا يحكيوا توا في الروبورتاج. معناها 460 دينار منهم الماكله منهم الماء منهم الضوء منهم عائله كامله معناها تعيش وتزيد في الاخر بالكل يدخل زوز ولا ثلاثه صغيرات بالسوم هذايا معناها يمشي 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 يسرق يمشي يمشي يخطف باش يخلي صغيراته ما يقراوش. معناها الاشكاليه هذه كبيره برشا. صحيح وزاره الشؤون الاجتماعيه قاعده تعاون وصحيح المنظمات والناس وكل الجمعيات لكن شويه شويه كي نشوفوا الغلو الغلاء الفاحش هذايا والدوله ما نعرفش كان دخلت ما دخلتش اما ديما نقول حليل قليل خاطر اللي عنده ولاباس عليه ياخذ لاولاده ما ثم حتى اشكاليه المال موجود ولا خوف من الفقر. اما القليل سيرتو سميك 460 دينار ويمشي شم. والله يحسن ما قلت بالحق القليل مسكين اليوم. سيد العميد والله انا راني متقلق ياسر من اللي قاعد نشوف فيه كاني حتى في البش ولا تموذه
اخويا هاو الزوجه المسؤول مشات غسلت البلاد نتاع مناول وحددتهم ورجعتهم جدد. تو انا مش قادر نشري البلاد يا اخي. احنا كيفاش قرينا سامح يا اخي؟ قرينا في كراسه وكتاب وكانت امور بابا قرى خمسه وصلنا الخمسه وكانت امور متواضعه جدا والعلم في الراس ليس في الكراسه. شوي مرتبه شوي الحنه وشوي مرتبه الدين. اليوم كان يجيبوا لي صغار قائمات ما يعبي كار مانيش فاهم. ومن بعد معناها الشيء اللي عملوه كل ومدرسه ابتدائيه ثلاث اقسام سيزيام ما تعدى حتى حد للنموذجي. الواش عملنا ذي كل هالكتب وهالكراس وهالكستيلوات شنية في الاخر الفايده يا ولادي؟ نرجع للعقل. راهو ماشي باش يحصل العلم مش ماشي. راهو اتقوا الله وكراسه 78 وكراسه 150 وكراسه 24 شنو هذا؟ شنو هذا؟ شنو هذه الكراسه؟ راهي هي كراسه نتاع 24 ب 800 فرنك ولا بدينار ولا قداش باش انسان ياخذ فيها معلومات. اليوم ولينا نعملوا في حاجه اخرى كاني ولت الادوات في حد ذاتها فما معناها كانه هكا يلزمنا نعملوا كلام. تو هذا معقول؟ تو هذا يا ودي انا عندي جماعه سابقي الكتب هذوك نتاع السنه السابقه بنجم يخدم واحد. شنو اللي قاعدين نعملوا فيه؟ راه ولت كاني طقوس هلا اشري كدس اي وبعد ها نقول لك صغار شويه واللي كان ممكن قبل راه توا مش ممكن خاطر الكتاب توا سيد العميد راه تكتب فيه ما عادش تنجم. الكتاب نتاع العام اللي قبله تعطيه لخوك. المنظومه غلط. المنظومه غلط كابتن. والله شوف انا عندي مزيد على الواحد ولكن كما العلم في الراس وليس في الكراس كما قال مونتاني اون تيت بيان فيت كون تيت بيان بلان. اعطيني تيت بيان فيت سيتادير لا كاليتي دو لا بونسي وتا كونيسونس كيما قال لك وهز 20 كيلو مسيك نظارو علاش انا وليت نخمم في حاجه اخرى بزنس ولا صدقني كل شيء بزنس في تونس كل شيء. معناها تقول ليه في الناس اللي ما تنجمش كيما قال تو لطفي معناها 400 دينار 500 دينار بخلاف الشوم والوحدات الاخرين ولي ديبونس الاخرين حتى له ما عاد مواصل يكذب عليك الناس كلها راهو فهمتني هذا هو حبيت نقول با اقبل سي قبل ما نجموش نرجعوا احنا فاش قرينا كرتابه تمشي بالتداول الناس الكل تاخذها الطبليه الناس الكل تاخذها بعد الكرارس ناخذوها وكذا فما زوز كتب عربي وسوري زوز كرارس وبلومي وصفر سوري وصفر عربي ونكري تمشي الناس تقول لك اي نعم بذاك تونس كونت جيل كبير ونخبه كبيره باكل 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 البلومه باكل واحد فوالا سي تو وربي يكون في عون الفقهاء الناس الكل مش هكا تنامي ظاهره الانقطاع المبكر على التعليم هي اكثر احسن جواب على هالارتفاع المشط في الاسعار وهل معناه الكثره الادوات الكرتابه المعبيه رانا احنا عندنا 25 سنه التالي نقولوا راهم اولادنا مش معناها باش نجيبوا شباب بظهورات مقسومه تويك احنا صغارنا بالحق اللي عمرهم باع فوق ال 20 سنه مرضى بظهوراتهم معناها بصفه عامه اللي تكلموا يشكيلك بظهره من هزين هذيك الكرتابه. حاجة أخرى سماح راهو الجمعتين الأولانيين المعلم ما يطلبش أدوات بعدك الليست ذيكا الطويلة والعريضة وبعد أنت مروح بولدك عاديني للمكتبة أنيستي تحب سيدي يحب أنيستي تحب سيدي تحب وين ماشيين على شكون مش يبكي وعلى شكون مش يفرق دموعه هالمواطن هذايا اللي سميجار هذايا شنو كيف الفلاح العامل اليومي كيفاش يعمل ما هكا هو يقول لك انا نقري واحد والاخر الاخر كبر شويه يمشي يخدم معايا كبر شويه تقعد مع امها في الدار كبر شويه يزي فيها البركه شنو معناه نوخروا بالتوالي مجتمع قاعد يوخر بالتوالي نتيجه هذا اللي قاعدين نشوفوا فيه الكل. دكتور هو شوف الحاجة اللي تظهر توا واضحة اللي التعليم في تونس ما عادش مجاني. معناتها كي تاخذ انت تكلفة نتاع صغير في التسع شهور يتكلف في الشهر مثلا 100 دينار يمكن هذا من غير ما تحسب له اللمجة والحوايج بور عبد يخلص السميق ولا سالير مويان 100 دينار الصغير بركة بار موا راهو برشا بيجي بيجي دونك التعليم نحطوا زوز أسطرة بالأحمر ما عادش مجاني في تونس في التعليم العمومي اللي هذا مشات فيه دولة الاستقلال في سياسة كاملة عملها الزعيم الحبيب بورقيبة معناتها مجانية التعليم والصحة وكتحديد النسل وكالحكاية التونسية كل تعرفوا أنا نحب نسأل سؤال
هل الكتب والكراسات هذوما والاقلام باهي داكور يا سيدي العلم تطور ويلزم نعملوا له ان بوراج دو كران معناتها طفل عمره 6 سنين فما دول يبداو عمرهم 9 سنين ويعلموهم في القرايه من الاول الكروسويد ولا الاسكندناف الاسكندناف المعلميه والفنلاند وجماعه ولحاول انتليجنس ارتيفيسيال سمحني ورجعوا لي مانويل قال جيب ستيلو وتكتب هذوما ويعلموهم السيفيز من قبل الحساب والإيقاظ العلمي ودابا شنو به على الانتليجنس ارتيفيسيال وعلى نحكيو فيه تو نحن التعليم راهو معناتها فما البوينت بونت وفما دي مويان اخرين دابرونتيساج كو لي ليفر اي لي بوكان الكتب والبوراج تخلي له الخط تخلي له الديسان مانويل تخلي له الفنون تخلي له اما الحساب والإيقاظ العلمي راهو يا دوتر مويان تكنولوجيك كي سون ديباسي هذوما وقوم وشطب وصلح بالستيل والنوسيون وهاو نقول لك انا نتاع الامتحانات وصغار يركبوا لهم ستريس وامتحان وايفالواسيون ويعقدوا سيزيام ونوفيام وليسي بيلوت ولا وهذاك وقره كيما شوف منظومة كاملة يلزمها تتراجع اي وتاخو اون كونسيدراسيون سامحني هذا كان ما حجبولوش العداد اي كان ما حجبولوش العداد هذاك دوسي عدد كبير ونقول الوزارة التربية امبليكي امان عايتوا لي بسيكولوج ولي بيدو بسيكاتر يعاونوكم على الابرونتيساج ويعطيوكم المناهج الصحيحة وكيفاش تاخذوا لابسيكولوجي دو لونفون واختاونا من يا خويا راهو فلوس وناس معاش كل اللي كل نورمال مازال اللي تكون رجعت توا مدرسه اللي تكون في المعنى لاسانسور سوسيال رجعت عندها عام بركة نورس هنا باش نربط مع باش نربط مع هدي ونداء نداء للاساتذه والمعلمين انهم يوحدوا القائمه اللي يعطيوها للتلامذه ويراعيوا الاولياء ما يعرفوش ظروفهم ما يخزروش معناتها بسطحيه من برا هاكا جيب لي كذا وما يخموا معناها في ظروفهم ونحاولوا معناتها نراعيوا وضعيتهم وما نبالغوش شتمو انا بشربت مع نورز انا توا كوربت كوربت ولاش قاعدين تحيه لبرشا معلمين ومعلمات وليو فريمون يحاولوا انهم ينقصوا قدر الامكان وانا سمعت اللي فما معلمين يقولوا لا تجيب لي لاسبيرال الكبيره جيبوا الكراسات قد ما تنجموا وكيحسوا اللي فما فرق في القسم يولي يقول لي راه كراسه 48 للماتير نتاعي وكراسه 72 تحيه للمعلمين هذوما اللي راهو كي بديتوا انتوما انا متاكده لي بارشا كيفكم شنزجوا على الملوال متاعكم على خاطر مازال فما المعلم اللي هو بو والمعلمة اللي هي أمه مازال وراء فما اللي يحسوا بالتلامذة ويحسوا بالأولياء محليكم انتوما وإن شاء الله كل معلم آخر اللي ينجم يكون راه ما جاش في حساباته في اعتباراته مساش احنا نقولوا بالك شيء يعني فما حاجات أكبر منه لكن اليوم اللي احنا عارفينه وفاهمينه راه الولي ما عادش خلط يظهلي هذي اللي متفاهمين فيه الناس الكل الولي ما عادش والله خلط. كان ياخذ تاكسي لا يخلطها الولي فالعذاب هذي والقهر هذي قسما بالله أنا تاكسي وما يخلطها والله لا يخلطها كم المية على المواضيع الكل صحيح مش المية طو أنا طو ما أنا ما عادش ندخل أنا سنسحب مزعمو باش ينسحب شفت خلق الكابتن اللي ما جاش في باله في اعتباراته سماح من المعلمين عايشهم معاش يطلبوا الدوسيات اللي يطلعوا من الانترنت من الصغار فيها 20 و30 ورقة بحسبة فلوس وتاخذهم الكل وتلوحهم ما يستفادش منهم التلمير خرجهم له أمه من الببلينات ولا أبوه من الببلينات ما في بالوش بهم تحطهم له في شوميز كرافت ولا كرتوني وتحطهم له في الكرتابة يهزهم الأنيساتي أنيساتي هذك تهزه من دراوين ومسار حتى تقولك جيب راما بالله هذا جيب راما دقيقه برك جوست عندي راي في الموضوع الليست راهي نتاع الادوات مش المعلمين برك معناتها اللي هما معناتها الليست ستاندارديزي راهي تمشي من الشمال للجنوب هي بيدها كي تلقى كتاب مدرسي 30 دينار اللي كانت الدوله مدعمته شنو هو مازلت تحكي على كل سنه فهمت معناتها بصراحه مش المعلمين اللي هما مش هما المسؤولين 100% على الغلاء نتاع العوده المدرسيه مالها هكا علاش قلت بزنس انا بزنس فما الكتب غاليين وفما الكراسات غاليين وهو باش يطلب دي مويان هذاك هو فهمت الرام دو بابي رايح كيف هذا حتى غالي. الاولياء خموا في اللي ما يقدرش
خمم فيك التلميذ اللي باش يمشي نهار الاول يلقى صغيرك انت عنده اقوى ما فما ولا الوان الكل والكراسات الكل وانواع نتاع ستيلوات. انا عمري ما ريت راهو يشريو في ستيلوات ب 20000 سيده، مش المعلم راهو يقول له جيب ستيلو ب 20 دينار ب 15 دينار. هو الولي اللي يمشي ويحب سوا ديزون قاعد يدلل في صغيره. ماذا بينا ديما كي ندلوا صغارنا ندلوهم من غير ما نوجعوا صغار غيرنا، من غير ما نخليو صغيرات زملائهم يحس من هالولين ويبدا حاشم بكراسته وحاشم بالستيلو نتاعكم. نراعيو بعضنا الناس الكل، ان شاء الله عوده مدرسيه موفقه للجميع. وراو عمرها ما الكراسه تجيب لك المعدل، وعمره ما ستيلو يجيب المعدل، راهو اللي يقرا يجيب معدل، وعمره ما ليتود يجيب معدل، راهو اللي يقرا واللي يكون قد القرايه اللي هو يقرا فيها والله يوصل يوصل حتى بكراسة بركة. حتى في عام 2024 كراسة يلم فيها الناس الكل، ويا ما فما قصص نجاح اتكتبت على شمعة، ويا ما فما ناس خلطوا لما خلطوا هو ما عندوش حتى ضوء في دارهم. نعرفوا اللي فما عباد قراوا على ضوء البوتورة. سامح والله تأكيد لك لمك مسؤول كبير في الدولة وصل وزير قبل أقسم بالله مش باش نسميه، قال لي نقرأ ونطلع للضوء نتاع البلدية البوتو نقرأ عليه، وصل وزير في الدولة. شكرا لارتيست المنديف لطفي كنت شكرا دكتور نورز هداي كابتن. احنا نتقابلوا معكم نهار الاثنين كابتن الكابتن هو رجع لك قال لك دكتور الدكاتره اوكي قعدوا كي نشكروا في بعضكم وصحيح يجيبوا ربي في تصلتينا باتك لبعض سايبوا الكابتن صحيح في سايب الكابتن سايبوا الكابتن اما راه ولينا 8-2 8-2 ومشينا مشينا تو تسويت من غزه بعد الفصل. نستمتع الصباح حتى للحداش وكل سبت في أوستا